تتخذ دولة الإمارات العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني، والتي تتضمن تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وتفعيل مبادرة النبض السيبراني ومبادرات أخرى متنوعة واستراتيجيات للتوعية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني عبر الإرشادات العامة والعديد من الحملات التوعوية، إذ يظهر مدراء تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ثقة متزايدة في قدرتهم على الدفاع ضد هذه التهديدات، مما يعكس تحولاً كبيراً في مشهد الأمن السيبراني، حيث يشعر أكثر من 70% من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بأنهم معرضون لخطر هجوم سيبراني مادي خلال الأشهر 12 المقبلة، مقارنة ب 75% في العام السابق و 44% في عام 2022. ومن الواضح أن كبار مدراء تكنولوجيا المعلومات اليوم ما زالوا في حالة تأهب قصوى، لكن الثقة بينهم آخذة في الازدياد، إذ يشعر 34% فقط منهم بعدم الاستعداد للتعامل مع هجوم إلكتروني مستهدف، مما يظهر انخفاضاً ملحوظاً مقارنة ب 57% في العام الماضي و 47% في عام 2022. ولا يزال ينظر إلى الخطأ البشري على أنه نقطة ضعف للأمن السيبراني، حيث حدده أكثر من 3/4 مدراء تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات باعتباره الثغرة الأكثر أهمية في عام يشهد تزايد التهديدات الداخلية وفقدان البيانات بسبب الأخطاء البشرية، حيث يرى عدد أكبر من مدراء تكنولوجيا المعلومات في الإمارات 83% أن المخاطر بشرية، ولا سيما الموظفين المهملين مصدر قلق رئيسي للأمن السيبراني خلال العامين المقبلين. ومع ذلك هناك تفاؤل متزايد بشأن دور الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخفيف من المخاطر التي تتمحور حول الإنسان، مما يعكس محوراً استراتيجياً نحو الدفاعات القائمة على التكنولوجيا.